سبحانه وتعالى. سؤال شكله وحاس كله فضيلة الشيخ الشريف طويل. شيخ شريف طويل رتي مركة كتب علوم لقاها الله لصاح وصوصته إليه سبحانه وتعالى بركاته علومته سيدة أبوركم رحق علي ما من كتاب إلا سيدة أيته لقاها وحنو مالاني ضبضا علومها النقدين عامها النقدين طلبة العلم أدبا لقاها فايد إليه سبحانه وتعالى بركاته وحنو باهن مركة يسأل سؤال شي سواحا إتهاي شيخنا هرت كتب تاس فنون تسي ورتبتي محاد كلا هرمريسي يا صوب كوغو أها إن بل كسو دواتي طلبة علم فربضا ما ماشي الجوغة ما لفك بل لقي يمد بل هفا إذي السيد كسو دو بسم الله دكتور هرت أنيقا مؤيدين تان كمي هاي معارض ما هي باش إيقا فضوضي أولا سبب كا طلب العلم وحا رئيسي إيوها أبهي عليه رحمة الله أبا وحوها لنون علماء من هاجك عربية دا مؤسنا قونين نحو دا إيوها كصابسا لكن فقه شافعي رقا أخيستا إيوها سقا بركا يقول دا داني تيري إنا فقه شافعي أخيستو القرآن كأسقى إيب اللابي كدبنا وداد أدير إيغوتوسنا شيخنا أها رنتينا غادري وينها أيا إنتي كالي إيسي لما يشتري ولو أنكاسي مني بضنبو بانو إيبولا هايو القرآن كومر كان سيفي عن أفر براني يوحنو باللابي كتابة يرير ولو خاصة عقيدتي أشاعر له كتابة هذه أيو نوب اللابي كد ابن الفقه أيو نوب اللابي صفينها قاسمها عمدها قرآن كبر كان رميني إن منهاج كان أوار رميني إرشاد كان إلى عبادة النوغة أغريي كأرن كاسا سبب إيقوها مركي الدمبان وارح ليستيو علماء إذا شيخي إيقو مهم سنة يانو تقي سغانا يسي لما يشتري انت يرين اخرستي كسو دو دكتور جزاك الله خير فضيلة الشيخ إله سبحانه وتعالى هاكو بركايو انت كتب تأديقي سي فضيلة الشيخ وحيا به كوكو يابك بضنا اما هن نقطة اقبال طلبة العلم على العلم اما هن نقطة اني كقابيان وحيا بها بل حوقات تلمان ان شاء الله arintii muxuu ahaa igu yaabnaydu waxay ahayd magaalo yaro tuula ayaan joognay oo aan ku akhrisanaynay kitaabada khaasatan carabiyada magaaladaasi magaalo aad u fiican bay ahayd annagu ma aanan shaqaysanayn reeraha ayaan ku tacalluqsanayn oo cuntana siinayay islaamnimo inoo siinayay qabiilma ma ayaan ahayn arrin kalena ma ahayn أركا أنه كتابك أنا غريسنا إنه يلا حوحدا عن ريرها كسوحونا إنه مويه وحكالون وركا هاي نمجرين وحيار كدب وحمقالة دي يميد قل يهان حرطا حضر يسلو يقانو وأيو أن أحبا غريسنا إنه سكدك ريو مال مقالة كله وإيه يدقين مال ما كدبنا magaalada gabadha heedi ayay guursadeen oo barakallahu laka ayaa ka dhacday anagoo nacdada ay u baan aragnay markii dambe oo leeyahay kuwan hunguriga bay u joogeen de dan kale ma ayan lahayn taasa noogu yaabadnay arimo kale oo yaryarna waa jireen ku soo dhawow doktor jazakallahu khair fadilat sheikh sharif wa ka gudbaya bi idhnillahi subhanahu wa ta'ala